السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بداية ما تنسوش تعملوا اشتراك في قناتنا الجديدة قناة صوت الملعب. هسيب لحضراتكم اللينك تحت الفيديو. مفاجأة، برنامج الزمالك اليوم يعود من جديد على قناة الحدث الساعة 11 مساء، وهيقدم الحلقة النهاردة أحمد جمال. كان مرتضى منصور بعد غياب طويل ظهر في الفيديو اللي قال لك يا أخد حق بالقانون ياخد حق بالدم، وهجم الكابتن محمود الخطيب وتحدى تركي آل الشيخ وقول لو عنده حاجة يطلعها، لو خدت ساعات لو خدت مش عارف ايه. وكان قال ان سبب عدم ظهوره او ايقاف برنامج الزمالك اليوم على قناة الحدث هو اتفاقه مع وعدم ظهوره او حد من الاعلاميين في اي فيديوهات حتى على قناته على اليوتيوب، هو اتفاقه مع قناة اعلام او مع شركة اعلام المصريين اللي مسؤولة عن قناة نادي الزمالك الجديدة، انهم بيقول قعدت واتفقت مع الناس ان احنا نوقف حلقات برنامج الزمالك اليوم على قناة الحدث ومحدش فينا يعمل فيديوهات، وانا سكت الفترة دي كلها لكن انا خرجت مضطر. ده الكلام ده بعد الفيديو المسيء اللي ظهر يعني، وقال شرح اسباب عدم ظهوره وغياب برنامج الزمالك اليوم، وقال انها في جلسة مع اعلام المصريين علشان يحدد البرامج والقصة والامتى وتردد القناة والبرومو بتاع القناة. على ما يبدو ان الجلسة لم تسفر عن شيء يعني، لانه بعودة قناة الزمالك اليوم او عودة برنامج الزمالك اليوم على قناة الحدث معناه ان هو في حاجة من اثنين، يا الاتفاق مع شركة اعلام المصريين باظ في تفشكل وهيبدأ من اول وجديد، يا اما اتفق مع اعلام المصريين على تأجيل اعلان القناة لفترة معينة وبالتالي هيرجع يظهر تاني على برنامج الزمالك اليوم. ان لم يكن هذه حلقة استثنائية، بس انا مش شايف يعني حاجة استثنائية تستدعي ظهور برنامج الزمالك اليوم، لان اللي مرتضى منصور كان عايز يقوله بعد الفيديو المسيء طلع وقاله يعني. فالزمالك اليوم ظهوره النهاردة معناه تأجيل قناة الزمالك اللي كانوا بيقولوا انها هتظهر للنور يوم 16 من الشهر الجاري 16 نوفمبر الجاري، لكن على ما يبدو الموضوع يعني فيه مشاكل كتير يعني. فأحمد جمال هيظهر النهاردة، وطبعا مرتضى منصور هيظهر في إطلالة جديدة، وهنشوف أمور والتطورات، والحلقة هتبقى حلقة سخنة بخصوص تركي آل الشيخ. هل هيخوضوا أو هيتعرضوا في الكلام لتركي آل الشيخ؟ أكيد مرتضى منصور في مداخلته هيتكلم عن القصة تاني يعني، لأنه ما يعني بيعيد ويزيد في نفس القصص. فالإعلاميين الموجودين بقى هيتكلموا في، وهل الكلام اللي هيصدر هيلاقي رد من قبل تركي آل الشيخ، ولا هنلاقي بس محدش هيجيب سيرة تركي آل الشيخ ونلاقي هجوم على الكابتن محمود الخطيب ربنا يشفيه يا رب العالمين اللي بيمر بأزمة صحية ويعني هيسافر فرنسا عشان العلاج والكلام ده كله يعني. فهنشوف النهاردة وهننتظر ظهور أو عودة برنامج الزمالك اليوم على قناة الحدث، قناة الحدث اللي كانت تسببت في مشكلة مؤخرا وكانت رافضة على عهدة محمد رشوان محامي جماهير النادي الأهلي اللي كان موجود مع تركي آل الشيخ وجماهير النادي الاهلي، كان طلع وكتب على حسابه على فيسبوك ان كان في حلقه من برنامج ملعب الحدث وكانوا هيستضيفوه، وطلبوا منه قبل ميعاد الحلقه انه يطلع يهاجم الصلح ما بين الخطيب وتركي آل الشيخ ويهاجم تركي آل الشيخ. والراجل طلع وقال في تسجيلات ومكالمات في ناس بتسيء وبتهاجم تركي آل الشيخ، انا هديله المكالمات وهو يتصرف بقى ويتخذ اجراءاته القانونيه ضد الناس المسيئين او الناس اللي اساءت ليه في تسجيل الفيديو. هنا قناة الحدث بتفتح بيبانها لكل هجوم على النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب بالاحضان من خلال برنامج الزمالك اليوم، وبيدوهم وقت مفتوح واي حد بيخش يعمل مداخلات يهاجم مفيش اي مشكلة، لكن لما يجي واحد يتكلم عن شيء جيد عن النادي الاهلي او يتكلم بايجابية عن مواقف ايجابية بتقرب ما بين مثلا تركي آل الشيخ وجماهير النادي الاهلي، لا انا مش عايزك تتكلم في النقطه دي، انا عايزك تفسد العلاقه، انا عايزك تهاجم، انا عايزك تقول كلام سلبي. هي دي قناه الحدث. ده بخصوص عوده برنامج الزمالك اليوم وعوده مرتضى منصور مره اخرى الى قناه الحدث. اما بالنسبه بقى حسام البدري، عندنا مباراه يوم 18 مع جزر القمر.
فحسام البدري بيفكر في استبعاد محمود علاء واستبعاد عبد الله جمعة من تشكيل المنتخب، تشكيل أساس المنتخب مصر في مباراة جزر القمر اللي هتكون يوم الاثنين ضمن الجولة الثانية من تصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا 2021. ويعني التغييرات دي هتيجي على حساب أو اللي هيلعب بدل من عبد الله جمعة ومحمود علاء رامي ربيعة وأيمن أشرف، رامي ربيعة وأيمن أشرف. بس الكلام ده معناه كده إن أيمن أشرف أزمته انتهت بخصوص السفر، لأن إحنا كنا عارفين إن أيمن أشرف كان عنده أزمة في السفر مع النادي الأهلي لمعسكر الإمارات بسبب عدم حصوله على إذن سفر من التجنيد، وكان حسام البدري استبعده من حسام البدري استبعده من منتخب مصر الفترة الماضية، والسبب برضه تأشيرة التجنيد. لكن لما استبعد لاعبي بيراميدز ومنهم أحمد أيمن منصور، فبالتالي رجع تاني يضم مين؟ يضم أيمن أشرف، وبالتالي أيمن أشرف سابر يبقى أزمته انتهت. عندنا ميكروفونات بيصلحوا الميكروفونات مش عارف بيجوا في أوقات غير مناسبة. المهم خلينا في اللي احنا فيه، خليهم يصلحوا. ده بالنسبة برضو كلام كتير انتشر في الفترة الأخيرة عن تعاقد النادي الأهلي مع لاعب ويست بروميش ولاعب النادي الأهلي السابق والإسماعيلي طبعا الأسبق أحمد حجازي. وكنت قلت لحضراتكم إن فايلر كان طلب من السيد عبد الحفيظ التعاقد مع مهاجم إفريقي سوبر والتعاقد مع مدافع سوبر، وإذ لم يتم يعني التوفيق في التعاقد مع مدافع سوبر يتم التعاقد مع ظهير أيسر جيد. ده بالنسبة لموضوع النادي الأهلي. كان عقد جلسة المهندس عادل القيعي مع الكابتن سيد عبد الحفيظ واتكلموا عن طلبات فايلر، وبالتالي النادي الأهلي في كلام كتير مع أحمد حجازي الفترة المقبلة، وقدموا له عروض جيدة يعني، وقالوا له وفتحوا معاه باب هم بيفتحوا معاه باب التفاوض، اتكلموا معاه وقالوا له عشان ترجع في النادي الأهلي في يناير المقبل حط كل شروطك زي ما أنت عايز، شروط اللي أنت شايفها مناسبة، وإحنا نشوف ندرس شروطك دي. والله وافقتنا أهلا وسهلا، ما وافقتناش مفيش أي مشكلة، وافقتك ووافقتنا الأمور هتمشي يعني. حط شروطك الخاصة مثلا بالاحتراف، ان انت ممكن في اي وقت تطلب من النادي الاهلي ان انت تطلع وقت ما يجيلك عرض جيد، تطلع في اي وقت يعني، تعال بالنادي الاهلي وكمل معانا وقت ما يجيلك عرض مناسب، اكتب كده في عرض مناسب او عرض انت ترتضيه يبقى خلاص تسافر في اي وقت. ده بالنسبه لموضوع احمد حجازي. وبرضه زي ما قلت لحضراتكم في كلام كتير عن التعاقد مع مدافع منتخب مصر الاولمبي اللي هو لاعب نادي انبي المدافع اسامه جلال، كلام كتير على انه مضى للنادي الاهلي خلال الفتره الماضيه، لكن هنشوف مع انت عارفين ان الاهلي له مكانين يعني، هنشوف فتره الانتقالات الشتويه المقبله ايه الاسماء اللي فعلا تم التعاقد معاها. احمد شوبير برضو هاجم حسام البدري وانتقد حسام البدري بسبب مباراه كينيا زي ما قلت لحضراتكم، واتكلم وزي ما انا قلت برضو قبل كده في الفيديو بتاع مباراه كينيا والتعادل اللي انا عملته بعد المباراه مباشره، اتكلمت عن تغيير محمد النني بدل من محمد مجدي قفشه، وقلت ما ازاي يعني. المهم شوبير اتكلم في نفس القصه، قال لك تغيير محمد النني ونزوله على حساب قفشه كان غير مفهوم، خصوصا وان النني بعد رحيله من ارسنال ما زال بيعيش في حاله من عدم الاتزان مع نادي بشكتاش التركي. واتكلم برضو عن تغيير احمد جمعه، احمد جمعه اتصاب بالمناسبه ومش هيلعب او مش هيكون مع معسكر منتخب مصر اللي هيسافر لجزر القمر مباراه يوم 18 اللي هو يوم الاثنين. انتقد تغيير احمد جمعه بعد نزوله على حسابه عمرو السوليه، واكد انه كان من الاولى مشاركه حسام حسن المتالق مع سموحه في مباريات الدوري الاخير، خصوصا ان احمد جمعه ما زال عائدا من الاصابه. وحذر شوبير البدري من الخساره امام جزر القمر في المباراه المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجوله الثانيه للتصفيات المؤهله لامم افريقيا، خصوصا بعد فوز جزر القمر على منتخب توجو في عقر داره بهدف دون رد وتصدر المجموعه الاولى، قائلا خريطه الكره الافريقيه اتغيرت كثيرا ويجب خوض مباراه جزر القمر بهدف تحقيق الفوز، نظرا لاي خساره او اي تعثر في ذلك اللقاء هيعقد موقف منتخب مصر مبكرا في المجموعه اللي احنا كنا بنقول هنروح افريقيا نهائيات افريقيا بصباع رجلينا الصغير يعني. ادي
حسام البدري، ومش غلطة حسام البدري أمانة يعني، غلطة أنتوا عارفين غلطة مين، غلطة مين يا حبيبي أنا، غلطة مين مش عارف إيه. المهم في كلام كتير من بعد ما تولى جروس الإدارة الفنية نادي أهلي السعودي عن طلباته لاتنين من لعيبة نادي الزمالك طارق حامد ومحمود علاء، وطبعا نادي الزمالك مش هيفرط في الاتنين. صحيفة النهاردة السعودية اتكلمت عن إن مسؤول أو مندوب من نادي أهلي السعودي بناء على طلبات جروس وصل القاهرة علشان يحاول يتفاوض مع نادي الزمالك على انضمام محمود علاء إلى أهلي السعودي بطلب من جروس. نادي الزمالك كان قال هيعدل عقد محمود علاء عشان يستمر هو طارق حامد وعبد الله جمعه وجنش والى ما ذلك يعني، ومجموع والرابع في هم اربعه كده، جنش وعبد الله جمعه ومحمود علاء وطارق حامد، هيعدلوا عقودهم علشان ما يبصوش للمغريات واللعب خارج نادي الزمالك انهم مستمرين مع نادي الزمالك وان دول اعمده نادي الزمالك. هل هيستمر محمود علاء ولا اغراءات نادي اهلي جده النادي الزمالك ومرتضى منصور ستسفر عن تغيير في المواقف؟ ده اللي هنشوفه برضو خلال الفتره والايام المقبله. استاد برج العرب، المسؤولين عن استاد برج العرب اتكلموا على ان مباراه مصر وكينيا اللي اتلعبت بالامس وانتهت بالتعادل الايجابي 1-1 ان المباراه دي هتكون هي المباراه الاخيره، وان الاستاد قد لا يستضيف مباريات مع بدايه استئناف بطوله الدوري الممتاز. ده والسبب انه في كلام كتير ان شاء الله والجماهير بترجع، وان الكلام على ان النادي الاهلي والزمالك هيخوضوا مبارياتهم على ارضيه واستاد القاهره ان شاء الله بعد نهايه بطوله المنتخبات او البطوله الافريقيه للمنتخبات الناشئين تحت 23 سنه المؤهله لاولمبياد طوكيو. نتمنى ان يكون الكلام ده حقيقي والنادي الاهلي والزمالك يلعبوا هنا في استاد القاهره والجماهير تحضر بكثافه ونشوف كره قدم حقيقيه يعني. إذا عجبك الفيديو اضغط لايك وشير الفيديو على صفحتك على فيسبوك وتويتر، ولو بتشوفنا لأول مرة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.